مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم توحشناك. فنان مسرحي وكوميدي قدير ومحبوب عندنا احنا المغاربة كاملين، توحشتوه بزاف وجينا عنده باش نقولوا ليه الجمهور المغربي كامل توحشك. فنان أعطى الشيء الكثير للساحة الفنية المغربية، سواء في الكوميديا في المسرح، وكانت من أنجح المسرحيات اللي قدم شرح ملح وغيرهم. بغيتوا تعرفوا شكون هو؟ أجيو معنا. جواد سايح ممثل مسرحي وكوميدي، تزاد سنة 1966، وهو من الكوميديا المغاربة اللي ساهموا بكل ما عندهم من طاقة إبداعية في إغناء المشهد الكوميدي المغربي. جواد كانت بداية تكونه في دار الشباب الحي المحمدي، وتم بدات الانطلاقة ديالو مع مسرح الحي ومجموعة من الأعمال اللي بقات راسخة عند المغاربة. لكن للأسف هذه تقريبا 6 سنوات الجمهور المغربي لاحظ الغياب ديالو وتوحشو، داكشي علاش قمنا بزيارة البيت ديالو باش نقولو له المغاربة كاملين توحشوك. أجيو نشوفو جميع شنو غايقول لنا الفنان القدير جواد السايح. الصراحة قلت أنا أختي تنتوحشهم، تنتوحشت الخدمة، توحشت الجمهور، توحشت المقابلة ديالي مع الناس، لا في المباشر لا في الغير مباشر لا في التلفزيون، ولكن هذا الشيء اللي عطى الله. هذا هو التساؤل اللي كان كنسول راسي ديما، تنقول هذا الشيء فين غادي؟ واش مقصود؟ واش حيت ماشي غير أنا بوحدي، حنا واحد بحال قلتي شنو كيديروا، بحال كيقسيو مثلا جيل على قدو ويحطوا جيل اخر، ما فهمتش، حيت هذا جيل على قدو مقصي. الا جيتي تشوف جيل على قدو مقصي كامل، منهم كما قلتي الداسوكين، منهم عجل وفولا، منهم لا 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 الرباطيين، لا في مراكش، لا في كنشوف دابا انايا هاد السنوات الاخرى كنشوف واحد 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 العدد ديال الفنانه اللي طلعوا جداد ومولوا لهم صوت، مسيطرين على التلفزيون، مسيطرين على الدراما، مسيطرين على البرامج، كيديروا حتى البرامج في التلفازه، مسيطرين على الكاميرا كاشي، مسيطرين على 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 الاعمال في التلفزيون كامل مسيطرين عليها، وحتى الاشهار، حتى الاشهار مسيطرين عليه، هما اللي كيديروا الاشهار، هما اللي كيديروا كل شيء. واش هذا الشيء مقصود؟ واش شي واحد مثلا انا بغيت شي واحد يجاوبنا شي نهار ويكون عنده الجرأه ويجاوب. واش شي واحد مثلا في هذا المنبر الاعلامي اللي حنا خدامين كنشتغلوا فيه، واش هو السبب او شي واحد هو اللي مدافعهم؟ واش ما قادينش عليهم؟ بغينا شي واحد يوضح لنا علاش هذا الاقصاء؟ علاش هاد الناس اللي كنشوفوهم في التلفزيون 5 سنين 6 سنين، كاين اللي عنده 50 في عمره دابا في شاد برامج، كاين اللي عنده 4 سنين، كاين اللي عنده 3 سنين وفي التلفزيون كياكل عب وحده، علاش؟ وكتلقاه قلت لك في الاشهار وتلقاه في كل شيء. زيادة على 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 على, على ما هو دراني، كاين بعض الشركات اللي محتكرة القضية تاع دفتر التحملات، اللي كما كيقولوا دفتر التحملات، كيجيبوا نفس المخرجين، ودوك المخرجين كيجيبوا نفس الممثلين صحابهم، ممثلين وممثلات. انا ماشي ضد الممثلين، الممثل خصو يشتغل، لان قدام ما اشتغل بزاف ومازال مقصرين في حقه، لان خصو يشتغل يوميا. الا جينا نكونوا بحال المصريين وبحال التوانسه وبحال الخليجيين، خصنا نشتغلوا. انا ماشي ضد الممثل، مثلا شي وحدين، شي فنان اصدقائي بلا ما نذكر الاسم ديالهم، كانوا غوطوا في رمضان، قالوا لا كاينين شي ممثلين حقا خدم في هذه السلسله وخدم في هذه السلسله وخدم في هذه السلسله. مزيان، انا فرحان ليه، مزيان يخدم، لان هو توا وجيبه ديال رمضان. انا ما تنهضرش على هذه الناحيه، انا تنهضر على العام كامل وحنا مريحين. كيجيبوهم حتى لشعبان عا باش كيبداو يصوروا، وهذيك النخبه هي اللي كتصور في كل شيء، كيصوروا بهم السيت كوم والمسلسل والتليفيلم والفيلم ديال السينما، ويديروا بهم الاشهار ويديروا بهم البرامج، ويقدر يديه كاع اذا كان كيعرف يضرب الدربوكه ولا البندير، يديه للعرس معاه في العشيه، يديه للدار يضرب ليه الدربوكه، وداك الشيء الدقه مراكشيه وهذا، والله الا بصح
حتى اذا كان كيصيد يدي معاه الغابه يصيد ويمشي يجيب ليه الرنب وداك الشيء التضربات وداك الشيء كيستعملوه في كل شيء، يستعملوه في كل شيء. انا ما فهمتش هذا الاقصاء، انا ما فهمتش واش حنا شغنقول لك ما شاء الله. واش هذا انقلاب ولا شنو هو؟ ما فهمتش واش هذا انقلاب على واش هذه ثوره على 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 الفن؟ لان الزمن فيما كندور في الفيسبوك كنسمع شي تصاور قدام ولا شي مسرحيات قدام كنلقى التعليق ديالها الزمن الجميل. شوف فين ولينا الزمن، هذا الشيء التسعينات كيقول لك الزمن الجميل ديال شرح ملاح السمسي هذاك المدير الجديد الجم ديال المسرحيات تاع الجم، مسرحيات تاع فركوس، مسرحيات ديال عزيز سعد الله ومرتو قسطي وطن كتسمع ما كاين الزمن الجميل. هادشي راه التسعينات صافي زعما مشى داكشي. دابا زعما الفيسبوك ما خصهم يديروا شي حل، خصهم يديروا شي حل. انا راه مع الفنانه ما بغوش يتصنتوا ليا، والله ما بغوش يتصنتوا ليا. ديما كنت كنقولها نتجمعوا كاملين ومشي وحده القصر ديال سيدنا، ولا مشي وحده داك حدا الاذاعه، ولا مشي وحده البرلمان ونوقفوا يديروا لينا حل. خصهم يديروا لنا شي حل، يا اما نخدموا يا اما يعطونا شي انتريت. اذا ما بغاوش يخلونا نخدموا صافي سالوا منا، يعطونا واحد الخصوصه شهريه نبداو نتخلصوا عليها، نشدوا الانتريت تاعنا، ماشي البرلمان يشدوا الانتريت وحنا لا، نشدوا الانتريت. ما بغاوش يجروا عندنا من البلاد، انا فهمتيني؟ ما بغاوش يجروا ما فهمتش اش بغاو يديروا لنا، ما عرفتش واش بغاو يخلونا نخرجوا نطلبوا بالزنقه، الله اعلم. هذا الشيء اللي بغينا نفهموا، واش المغرب العالم كله كيهضر على المغرب، ولا هو الرائد في افريقيا، ولا هو هذا ولا هو هذا، وفي الاخر الفنان في المغرب فقير ما خدامش ما عنده حتى حاجه، مريح حشومه كاع عيب، العالم كله يضحك علينا، لان الفنان في العالم كله لاباس عليه الا في المغرب حتى لهذه البلاد. وزعما الملكيه الدستوريه ويكون فيها فنان فقير كيعاني، حرام بزاف حرام. والله يا اختي الا وجهت لي شحال من مره وجهت الرساله لسيدنا وطلبت سيدنا، واش كتوصلوا ولا ما كتوصلوش الله اعلم. تنقول لها العار انا مزوق فيك، الا ما دير شي حل لهذا الشيء راه حنا تكرفسنا بزاف، راه هذا الشيء راه بزاف علينا، راه بقى لينا على الطليب، راه على النفس ديالنا اللي موقفانا، زعما على النفس ديالنا اللي موقفانا، وعا بعض الاصدقاء الناس اللي شويه ميسورين هما اللي كيتعاونوا مع بعض الفنانه، ماشي انا بوحدي كيتعاونوا مع بعض الفنانه، هذا يعيط عليه يعطي واحد الهادي، هذا يعيط عليه هذا، ولكن ثاني حرام. وصلت واحد الدرجه اختي ان انا كنت في افران، وواحد البعثه يهوديه مغاربه يهود عايشين في اسرائيل كانوا في افران وعرفوني، جاو عندي تصوروا معايا في قهوه في افران عيالات ورجاله وطلبوا مني زياره لاسرائيل. شو اللي كنقول دابا انا؟ موت بالجوع ولا نمشي لاسرائيل عندهم ولا شنو ندير؟ هادو ماشي خلوك تمشي لاسرائيل، والله بصراحة تنهضر معاك، هادو ماشي خلوك تمشي لإسرائيل، هادو تفوت تمشي لجهنم. شي الشيطان كون كان عنده شي سيتكون في هذا العام في رمضان نخدم مع إبليس، والله تنخدم معاه بالله، نخدم معاه إذا كان عنده شي سيتكون ونتخلص. عيب راه عيب، راه عيب عيب. أنا عندي وليدات، عندي هذا، عندي مصاريف، عندي بزاف الحوايج، المرا مسكينة كونسير دارت ثلاثة العمليات، درت الحصص ديال الشيميو، دابا كدير راديو ثيرابي. أنا درت شي ثلاثة العمليات ولا أربعة، أنا ما نتبز. أش بغاو عندنا الناس؟ أش بغاو عندنا؟ بزاف أو ما تخدمش. وهذا الشيء قال لي عطينا زعما كان أنا ساكريفيت أنا بزاف الحوايج، أنا كنت خدام في لوماطان في الصحافة وخرجت قرينا مزيان وداك الشيء وخدمت في لوماطان وداك الشيء وخرجت وبقيت نتبع الميدان الفني ديالي، ومشينا للصحراء، مشينا عند العسكر، مشينا جرينا المغرب كامل. هذا هو الجزاء، هذا هو الجزاء، ما حرامش. واحد جا عاول البارح تعطيه برنامج خمس سنين، ولا عنده الرونج، ولا عنده الفيلات، ولا عنده حنايا، ما عندناش ما تكثر زيرو درهم في لابونك. حشومه قاعد تقول فنان مهيون مسكين كيبكي في التلفزيون، كلشي كيبكي. شي هذا اللي تنقول لك انا راه بزاف الفنانين ما قدروش يقولوها، انا حيت ما بقاش عندي ما زايد ناقص. شنو اش غيديروا مازال كثر من هادشي؟ اعدام. عمري ما ندمت على الفن، الفن ما كنموت عليه، الفن راقي، الفن زوين، ولكن المسؤولين خبتاء، ماشي الفن اللي خيب، اللي مسيري الفن خبتاء، كلهم اغنياء ما كيفكروش للفن، كيفكروا على الجيب
وعد زادوا الفضيحه ديال شي مجال فاش كانت وزاره الداخليه والاعلام. والله الا كنا خدامين مزيان كنا كنمشيو نتخلصوا في الاذاعه. كتمشي للاذاعه حقوق مضمونه، وكان ديك الساعه المدير ديال الاذاعه كان والي ولا عامل كراد ديال فهمتيني ديال الداخليه. كنا كنتخلصوا مزيان، كنا كنخدموا وما كانش كيديروا سيت كون فرمدان الى عقلتي، كانوا كيديروا سكتشات سميتهم بسمه او اضحك معانا ولا شي حاجه. كانوا الفكاهيين تاع المغرب كلهم كيخدموا، كل فرقه كان كيعطيوها 5 د الحلقات، كتشوفي داك الشيء متنوع زوين كلشي خدام. دابا داروا دفتر التحملات، حيدوا الاعلام، حيدوا ديك الداخليه والاعلام، جابوا مدير اخر ولا داير ما بغى، دار دفتر التحملات. شنو دفتر التحملات؟ كيقول لك عندنا شركه انتاج، عاطي البروجي شركه انتاج، عمو نفيد الانتاج. ما كاينش منتج عندنا في المغرب، ما كاينش. تعطوك مليار وتيقول لك دير لنا مسلسل كديرو ب 300 مليون و 700 درهم في جيبك، وتقول لي انت منتج؟ ماشي منتج، انت شفار. حيت كتعطي الممثل كتعطيه 3 مليون في مسلسل على قدو، وانت كدير كل شيء وما عاطينك مليار. شي اللي عاطينو مليار و 400 مليون، كي اللي عاطينو 2 مليار كيكذبوا على الناس. فلوس الدوله هذوك، فلوس الشعب، فلوس كنتي اختي ماريا، وفلوس هذا السيد اللي كيصور، وفلوس ماشي فلوسهم. كون كان منتج نقولوا راه كان نيغوسي مع منتج، كاين فلوس الدوله هذوك، فلوسنا بعداك وتعطيني منهم جوج دريال، وتجي تسيني مع الكونطرا يقول لك صبر معانا. هادشي هو اللي واقع. داكشي علاش كتشوفي المنتوج في التلفزيون زيرو ورديء بهاد الدرجه، رديء. المسرح اللي كنا كنتقوتوا منه حتى هو قتلوه، ما بقاش الدعايه، ما بقاتش ديال المسرح في التلفازه. ولو دابا ما كاينش شي فرقه المخيره في المغرب كتفوت لك 10 العروض ولا 12 عرض في العام. كنا كنخدموا الخميس والجمعه والسبت والحد، كنديروا 4 العروض ديال المسرح في السيمانه. كلشي الفرقه ديال المغرب كلهم، سيد الحاج الجم، انوار الجندي، مسرح الحي، سعزيز سعد الله ومرتو، عبد الله عبد الجبار، كلشي كاع الفرق كلهم كنا كنخدموا على طول العام. ما بقاش اختي هادشي، اش هاد الحي فاش؟ اش هاد الروينه؟ وزعما كرا راه القوة تاع الدولة في ثقافتها، القوة ديال الدولة في ثقافتها، الميزان ديال الدولة هو في ثقافتها. جيو حتى الثقافة وتهلكوها، راه حنا ولينا برانيين في راسك واحد القضية، راه ما عارفش شنو كاين، ما عارفش. كاينين مسلسلات، كاين داكشي كيدوز مسلسلات، ولكن فين العمر؟ أنا 5 سنين دابا، هذا هو العام، دابا هذا رمضان اللي جاي هو السادس، هذا هو العام السادس اللي ما خدمتش في التلفزيون. من ناس الحومة ما خدمتش، كانت خدمت مع شركة كروم، دارت فايت حيت ما بقاوش كيعطيوها حتى هي الانتاج، حيت ولا الانتاج مسيطر عليه غير شركات ديالهم راه معروفين محسوبين على الاصابع. شركات كروم درت فايت، خدمت معها شحال ديال الاعمال، ها هي مشات. ودابا كل شركه راه عندها الناس ديالها. كاين شركه اللي ما خدمت معها، ما عمرهم ما عيطوا عليا، ما عرفتش علاش. واش انا تونسي ولا ما عطيتشني ما ولا ما فهمتش علاش ماشي غادي دير فيا بليزير. ممتي ماشي غادي دير فيا خير ولا شي حاجه، ما غير المهم علاش عندك واحد شي شويه، عطيني انا نخدم، عطيني نشتغل. علاش ما تشتغل؟ كاينين شي وحدين مسمر الميدا كيبغي يعيط على هذا الممثل، لا ما تعيطش عليه، لا عيط على فلان، لا هذوك بزاف منهم. بغيت نخدم، ما بغيتش شي واحد يدير فيا خير، وما بغيتش شي واحد نحس بانني كنطلب شي واحد ولا شي حاجه. نخدم كنت كنقول ديما نخدم بكرامتي، بغيت نخدم بكرامتي وصافي. عندي بنيه دابا هذا العام ان شاء الله عندها الماستر، عندي وعندي المهدي ها هو وحدكم في الاعدادي، وعندي عبد الله صغر منه هو في الاعدادي. هذيك وزاره الثقافه كنا حيدوها، نكتب عليك والله ما نكتب عليك بالله، كنا حيدوها. علاش 43 وزير ولا 45 وزير بزاف كيتخلصوا، كل واحد عنده ستاف قدو قداش. الصين فيها مليار 400 مليون وفيها يلاه 28 وزير وقاضي الغرض وحاكمين العالم اقتصاديا وسياسيا وكل شيء. حنا يشير ديما ديال بنادم كنجلسوا عفقة واحدة عفقاو 30 مليون اللي عندنا في المغرب راه كتجلس عفقة في بكين. 45 وزير، وزير بدون حقيبة، وزير لدى مكلف، لدى الوزير وزير كيتخلصوا شادين فيه 4 وزارة شادين فيه كيتخلصوا تاهم. حشومة كاع، حشومة بزاف. 4000
برلماني. عرفتي شحال من برلماني دايز دابا في المغرب كيتخلص لانتريت، والفنان حتى واحد ما كيتخلص. عبد الجبار الوزيره هو مسكين مريح مريض، تهته مريض، صعاب صابر شاد الفراش، ممثلين مريحين ما كيشدوا تريت، شكون يخدم عليهم؟ ما كايناش الخدمه، خدمنا حنا اللي صحاح عاد هما اللي شادين فراش. حرام في المغرب عائد موهوب من اضخم الممثلين اللي دازوا ممثل مع السوريين وممثل واحد الوقت في السبعينات يموت فقير، حتى فلوس الكرا ما عندوش في سباته. عيب وعار، عيب على المغرب، وصمه عار هذه بالنسبه للمسؤولين تاع المغرب، وصمه عار. واش غنقول لك اختي، انا النداء ديالي كنوجهو لسيدنا، هو الوحيد اللي غيفكنا من بعد الله سبحانه وتعالى، لان هو خليفه الله في ارضه، واطيعوا اولي امركم. انا كنوجه النداء ديالي لصاحب الجلاله امير المؤمنين، كنوجه ليه هذا النداء، تنقول لي راه حنا راه واحد الفئه كبيره راه كنتكرفصوا عايشين في العذاب، راه هذا الشيء بزاف علينا، راه بزاف علينا وصبرنا بزاف. الصراحة قال انا كنقول هادشي غير، انا توحشت الجمهور، انا توحشت الخدمة، توحشت الجمهور ديالي، توحشت الناس وداكشي، وانا موالف جواد السيح ديما التفاؤل وديما الضحك وديما النكتة الزوينة وديما هذا، تا ولينا بحال هكا كنشكو بحال العكايزات. تنقول الجمهور الله يحفظكم والله ينصركم وتهلاو في رزقكم بزاف، وراه حنا ماشي خبرنا ماشي لخاطرنا، راه هادشي اللي عطى الله وساندونا تنتوما ساندونا، شي لا نوضتو غا الغوات وغانوضوا الغوات، قولوا اللهم ان هذا منكر كاملين في دقه واحده، راه غادي هادشي غادي تحسن. وان شاء الله كنتمنى على مولانا الكريم، على مولانا الكريم، انا ما بغيتش نبقى بحالكم صراحه، قال ما كنرضاش، ما بغيتش نبقى بحالكم. والله يحفظكم الله يسركم، وتحيه كبيره للقناه شوف تي في والطاقم ديالها كامل، تحيه كبيره لاختي ماريا، والله يحفظكم ولجميع الصحفيين ديال المغرب، الله يستركم. انا راه كنت واحد منكم، انا كنت خدام في لوماتاف في ماروك سوار، كنعرف الصحافه المتاعب ديالها، وكنعرف هذا، وتتم الله يصوب لكم، والله الله يصوب الجميع.